من أراد الذرية. لماذا؟ اسمع اسمع اسمع، زكريا وامرأة عمران ومريم عائلة موفقة، ألا تلاحظ؟ صدقا امرأة عمران أنجبت مريم، مريم أنجبت عيسى، زكريا عليه السلام أنجب يحيى، تشعر أنها عائلة موفقة، وعيسى ويحيى أبناء يعني ابن خالي، فتشعر أنهم عائلة موفقة. لماذا؟ انظر، زكريا أين بشر وهو قائم؟ أين يصلي؟ في المحراب، ملازم المحراب. مريم كلما دخل عليها ماذا؟ المحراب. لهذا السبب توفيق هذه العائلة أنها ملازمة للمحراب، علم يعني للصلاة والقيام والعبودية. فهذا سر توفيق العائلة. فإذا أردت أن توفق في عائلتك إلزم المحراب، أنت وزوجتك وابنك إلزم المحراب، واضح؟ لهذا أنا أحيانا أقف في القرآن أقول سبحان الله، هذه عائلة موفقة. يعني مثلا عائلة إبراهيم عليه السلام، سارة وهاجر وإسماعيل وإسحاق، لماذا وفقت؟ صراحة بشدة البلايا صبروا وفقوا. زكريا وامرأة عمران ومريم وعيسى، لماذا؟ التزموا بالمحراب. كل عائلة لها سر. كأن الله عز وجل ينثر لك خيوطا عجيبة في القرآن حتى تبصر، تبصر وتأتي بمثل ما أتوا به. لماذا؟ حتى تلتقي بهم على درب الجنة. واضح؟ نعم.